أنصح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالجلوس إلى الطاولة في مكان ما، ليس بالضرورة طاولة الرئيس نبيه بري، أي طاولة حوار أخرى قد يتم الدعوة إليها. نرجع نقول أنا اللي بتمناه على الدكتور جعجع وعلى غيره من القيادة السياسية اللبنانية ما يفوتوا بتسويات. هلأ منطق بروح على حوار ما بروح على حوار، هيدي تكتيكات بالسياسة. المهم أي شغل يقدموا عليها ما يروحوا على تسوية مثل اللي عملوها مع ميشيل عون. بتحس سيقدم على التسوية؟ يقال إنه في مكان ما هو عم بيعلي السقف مطالبه شوي الدكتور جعجع. أنا بتصور إنه الدكتور جعجع وغيره بهذه المرحلة إذا يقدموا على تسوية مثل اللي أقدموا عليها مع ميشيل عون رح ينتهوا بالسياسة، رح ينتهوا شعبيا، لأنه بالآخر التسوية اللي انعملت مع ميشيل عون خسرتهم ما حدا بيتصور قديش، وبالتالي نجحوا من خلال الانتخابات الأخيرة وغيرها انه يقولوا الحق على ميشيل عون مش الحق علينا، وبالتالي الناس رجعت عطيتهم أصواتها. اليوم اذا بيرجعوا بيروحوا على تسويه جديده بتصور هالمره الناس ما راح تتسامح معهم، وهالمره ما راح فيهم يمرقوا على الناس انه ايه هالمره الحق على سليمان فرنجية والضغط الدولي والضغط ما بعرف شو وكذا. هالمره علما انه المره الماضيه جربوا يوحوا انه في اجماع إقليمي ودولي على قصة ميشيل عون، وأنه بوقتها كان رح يربحوا الديمقراطيين بأمريكا، لهالسبب انتخبنا ميشيل عون لأنه كانوا الديمقراطيين ماشيين مع إيران، وأنه إيران حسمت المعركة بسوريا نحن مضطرين نعمل تسوية بلبنان. وإلى ما هنالك أثبتت جمعتين ثلاثة بعد منها أنه كل هذه النظريات اللي ركبوا على أساس التسوية اللي بينت بعدين أنه كانت تسوية محاصصة داخلية بين تيار المستقبل وبين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية وبين التيار الوطني الحر وإلى ما هنالك، كل هذه التسوية سقطت لأنه التيار الوطني الحر وقت اللي وصل على رئاسة الجمهورية رجع عاد إلى موقعه الطبيعي اللي أصلا ما غادروا بأنه أن يكون واجهة سياسة حزب الله بعبدة. بتحس في نية لدى القوات اللبنانية بأن يذهبوا إلى تسوية، لحتى عم بتحذر من أنه رح يخسروا الشارع في حال أقدموا؟ أنا قلت لك أنه بعتقد ما بيحملوا وبا، بعتقد تعلموا من التجربة، وإذا لا سمح الله بدنا نوصل لهذه المرحلة برجع بقول لك أنه سيكون الثمن اللي رح يدفعوه هني غالب، بالإضافة إلا أنه الثمن اللي رح يدفعه لبنان رح يكون كوارث. نعم، كأنه حماسة بكركي في مكان ما، وحضرتك صديق بكركي، خفت شوي تجاه الحوار؟ كركي ما عنده أصدقاء، عنده أولاد. طيب خفت يعني ببداية شهر أيلول كان في حماسة لدى البطريرك الراعي لأن ربما يعوم حوار الرئيس نبيه بري، بعدين هلأ هو الأسبوعين هذا الأسبوع عم نشوف أنه ما بقى عم نحس بهذه الحماسة الكبيرة. عم نطلب من البطرك الراعي ومن كل البطاركة أنهم يلعبوا دور سياسي. ما في بطرك يقول يعني يسمع كلمة حوار وأنه لا روحوا تخانقوا، ولكن البطركية المارونية ما ممكن تقبل بحوارات أو بأي أسلوب يؤدي إلى ضرب الكيان والدستور، وبالتالي لعب على مبدئية بكركي بهذه المرحلة بالقول وكأنه بكركي تؤيد حوار نبيه بري الذي سيؤدي إلى تكريس رئاسة سليمان فرنجية أو ترشيح سليمان فرنجية أو غيره. بتصور هذا يعني ينطلق من عدم فهم السياسي التي تعتمدها بكركي تاريخيا. بكركي ما فيها تجي تقول إذا حدا قال تعوا نتحاور تقول له لا ما تتحاوروا. بس هي بوقت سابق كانت عم تحكي لما كان عم يندعى إلى حوارات كانت عم بتقول أنا ضد أي حوار مشروط. بعد دعوة الرئيس نبيه بري ب 31 آب كان في كلام آخر، كان في ترحيب وكان في الحديث عن مصارحة ومصالحة بين اللبنانيين، ومنشوف من دارة النائب السابق وليد جنبلاط من المختارة كانت عم تدعي أنه هذه المصالحة التي حصلت بين الدروز والموارنة سابقا بعام 2001 لماذا لا تكرس مصالحة على مستوى وطن بأكمله؟ مزبوط، بس المصالحة اللي صارت بين وليد جنبلاط والمسيحيين صارت على قاعدة احتفاظ وليد جنبلاط بالسلاح، واحتفاظ وليد جنبلاط بتهجير المسيحيين، واحتفاظ وليد جنبلاط بدويلي، أو صارت على قاعدة مصالحة يفتح الجبل لجميع الناس، تعاون بين الكل، كل الناس تحت سقف الدولة، كل الناس تحت سقف الدستور. اليوم البطركية أكيد عم تجي تقول ده يا ريت بتصير مصالحة بين المسيحيين وبين حزب الله وأمل، وبين السنة وبين حزب الله وأمل، وبين الدروز وبين حزب الله وأمل، على القاعدة ذاتها يلي صارت
المصالحة الجبل، مصالحة الجبل ردت كل الناس إلى بيوتها، مصالحة الجبل كرست العيش المشترك، مصالحة الجبل رجعت فتحت عملية التفاهم بين اللبنانيين، محيت منطق السلاح ومنطق الحروب. مش إنه اللي عم يطرحوه اليوم هو تكريس موضوع السلاح غير الشرعي، تكريس منطق الدويلة. اليوم حدا قادر يعمل شيء بهذا السلاح؟ يعني اليوم لما عم نحكي عن موضوع السلاح والسلاح غير الشرعي، اليوم قادرين تنزعوا سلاح حزب الله؟ بس قادرين ما نعطيه شرعية، قادرين ما نوافق عليه وخلي يبقى سلاح غير شرعي. ليه يعني هو العتب على الحكومات المتعاقبة التي كانت، يعني مصطلح جيش وشعب ومقاومة كان يرد، هذه العبارات ترد في البيان الوزاري وإن كانت الصيغة مختلفة بين بيان وآخر. لحلك شغلي، أولا وقت منقول حكومات في منظومة سياسية قائمة كانت عاملة تسوية بهذا الموضوع. اثنين، هيدي قميص عثمان طالع ونازل انه البيان الوزاري قال جيش وشعب ومقاومه. البيان الوزاري شو هو؟ اعلان نوايا من قبل الحكومه عن سياسه عامه. الحكومه ما فيها تعمل سياسه عامه مناقضه للدستور. البيان الوزاري منه قانون، يعني انا بدي افترض شغله، شيلي لي جيش وشعب ومقاومه. اجت الحكومه قالت ببيان الوزاري بدي الغي عقوبه الاعدام في لبنان. بيان الوزاري مش هيك؟ ما ترجمت هذا الموضوع لا بتعديل القوانين في لبنان ولا بتعديل أصول المحاكمات الجزائية ولا شيء. معناتها لغينا عقوبة الإعدام؟ لا، معناتها مثل حي الله واحد بده يترشح على الانتخابات بيعمل لك مشروع طويل. يعني شعارات؟ طبعا. وبالتالي هذه جيش وشعب ومقاومة اللي اجت بالبيان الوزاري ما بتعدل دستور، جيش وشعب ومقاومة ما بتعدل قوانين. اليوم انه اذا واحد فوت سلاح على لبنان او عمل مطار، اوكي، ما في يجي يقول انا في جيش وشعب مقاومه بالبيان الوزاري، لانه في القوانين بتقول انه يلي بيتسلح ومعه سلاح بدون رخصه بفوت على الحدود. لكن هذا البيان الوزاري يعطي شرعيه لهذا السلاح؟ لا ابدا. لكن عن اي شرعيه تتحدث؟ شو يعني كلمه شرعيه؟ طيب هذه الشرعيه اللي حضرتك تقول انه يجب رفع الشرعيه عن ما قلت رفع الغطاء، رفع الغطاء عن هذا السلاح. مين؟ كل الفرقاء السياسيين بلبنان ما يعملوا تسويات مع حزب الله بقى. بس حزب الله مكون لبنان مع راسنا، نعمل معه تسوية بقانون انتخابات، بنعمل معه تسوية بلا مركزية مثل ما بده جبران باسيل، بس ما بنعمل معه تسوية على منطق الدولة، ما بنعمل معه تسوية انه مسموح بلبنان يكون في حرس ثوري ايراني، حرس ثوري لبناني بايران بلبنان مثل الحرس الثوري الايراني بايران. ما فينا. الدستور اللبناني بيقول في مؤسسات العسكرية والامنية هي جيش لبناني وامن عام وأمن دولي وقوى أمن داخلي. ما فينا نجي نقول اليوم نحن إذا طلع عباله وزير أو طلع عباله رئيس حكومة أو طلع عباله واحد يعمل رئيس جمهورية أو يكبر كتلته النيابية بأنه يعمل تحالفات مع حزب الله، أنه إيه والله أنا بقبل أنه يكون في حرس ثوري لبناني مثل الحرس الثوري الإيراني بمنطق الأمر الواقع. عم تحمل التيار الوطني الحر كلهم، مش بس التيار الوطني الحر، التيار الوطني الحر إيه واحد منهم، بس اللي عمل تسوي وجاب ميشيل عون كمان بتشارك بهي القصة. القوات اللبنانية، القوات والتيار المستقبل ووليد جنبلاط وكل الناس.